شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، انا اتساءل عن التدابير المتخذه لدعم وتشجيع وتعميم استعمال الطاقه النظيفه ببلادنا. جواب سيد الوزير. السيد الرئيس المحترم وشكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال. الى حدود اليوم قمنا بانجاز مشاريع ديال تقريبا 4600 ديال الميجاوات ديال الطاقات النظيفه واللي كتوجد اليوم حاليا في طور الاستغلال. ففي النصف الولايه الحكوميه الحاليه عطينا رخصنا 2000 ميجاوات ديال الطاقات النظيفه، وهذه اكبر قدره رخصتها الوزاره في التاريخ ديالها خلال سنتين. تم اتخاذ طبعا مجموعه من الاجراءات تدابير باش نسرعوا هاد التعميم ديال استعمال الطاقه النظيفه. رفعنا من وتيره الاستثمار السنوي باش يوصل 4 مليار ديال الدرهم سنويا، من 4 مليار الى 15 مليار ديال الدرهم سنويا في هذه الفتره الجايه حتى 2027. واشتغلنا على العائق الاساسي ديال التعميم ديال الطاقه النظيفه هي الشبكه، فكنعبئنا واحد الاستثمارات اللي غتتجاوز 30 مليار ديال الدرهم، اللي هي اكثر من 5 مليار ديال الدرهم سنويا في هذه الفتره، بما ما كتجاوز مليار في سنويا في خلال الفتره ديال ما بين 2009 و 2022. وطبعا راكم شفتوا الاصلاحات التشريعيه اللي درناها، اصدار النصوص التشريعيه المهمه لتطوير الانتاج اللامركز والطاقات النظيفه. فهذه المجهودات كلها مكنتنا اولا باش نصادقوا على القدره الاستيعابيه ديال الشبكه، وثانيا لنشر تعريفه ديال الولوج واستعمال الشبكه الكهربائيه والخدمات ديال المنظومه الكهربائيه لاول مره في 31 يناير في 2024 هذه السنه. وشكرا.